أطباء، ممرضون وتقنيون في صيانة المعدات هم الأطر 75 الذين يتشكل منهم هذا المستشفى الميداني العسكري المغربي بمخيم الزعتري بالأردن. الهدف تخفيف المعاناة عن اللاجئين السوريين الهاربين من جحيم المواجهات الدامية. هنا بمخيم الزعتري البعثة الطبية توفر كل الخدمات، عمليات جراحية، تحاليل طبية، إسعاف وأدوية. المخيم يتوفر على 60 سريرا وهو قابل للتوسيع حسب الحاجيات. تم تسجيل 141 مريضا، من بينهم 48 طفل و 45 مرأة. نترقب أن يكون هذا العدد يتضاعف في الأيام المقبلة نتيجة نزوح اللاجئين يوما بعد يوم بكثرة على المخيم. وبمطار عمان وصلت السبت الماضي مساعدات إنسانية مغربية، الأرز ومسحوق الحليب للأطفال ومواد غذائية تشمل السكر والزيت والدقيق، كل ذلك لدعم الأردن في محنة اللاجئين السوريين وتعزيز جهود المنظمات المحلية والدولية خاصة منها الأمم المتحدة.